أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة بنستضيف أسرة مصرية، بنتعرف على أفرادها، بنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. المجال مفتوح، الأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي. حوارنا ممتد معاكم، فتابعونا وهذه الحلقة الجديدة من بيت العيلة. الأستاذ عماد طلعت يعمل مع الهيئة الفيدرالية والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمة العربية التابعة لجامعة الدول العربية. بدأ حياته العملية بالعمل في مجال المبيعات بإحدى شركات الأدوية، مما أكسبه خبرة حياتية واسعة في التعامل مع الناس. ثم بدأ بعدها بتدريب المندوبين على البيع وتعليمهم المهارات الشخصية، مما حببه في فن التدريب وصقل مهارات الآخرين. واصل العمل في مجال تدريب وتنمية مهارات الآخرين، ثم تعلم الكثير من المهارات السيكولوجية، مما أكسبه قدرة على تقديم الاستشارات الشخصية. زوجته هي قريبته، وهم من محافظة الشرقية وتحديدا مركز فاقوس. وقد سعى جاهدا لأن يكون صادقا مع نفسه، ولأن يكون الأب الحنون والزوج الطيب الذي يصبر على الخلافات، وأضاف أنه بالتسامح والعفو تحيا البيوت. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية في حلقه جديده من بيت العيله واسره جديده. كعادتنا دايما احنا بنستضيف اسر مصريه بتعبر فعلا عن واقع الاسره المصريه. اسره مميزه كالعاده في مجالها، مجال التنميه البشريه والتنميه الاداريه. معانا اسره خبير التنميه البشريه والاداريه باحدى المنظمات التابعه للامم المتحده، الاستاذ عماد طلعت. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ دعاء. اهلا وسهلا. ومعانا أستاذة نسرين زوجة الأستاذ عماد، أهلا بيكي. معانا بقى الثلاث بنات الأمارات بتوعنا النهاردة، حسيبهم يعرفوا نفسهم، إيه رأيكم؟ نبدأ بالكبيرة. اسمي نادين، 13 سنة، بلعب كرة طايرة، بحب القراءة، بقرأ روايات خيالية. جميل. نبدأ نتعرف بقى بالبنوتة الثانية. اسمي منة، عندي 8 سنين. كرة طائرة برضو. أنا سمعت أنت تلعبي كرة طائرة بولي. ها بحب الرسم. الله، حلو قوي كده. مبدئيا كده التعارف المبدئي كده حلو. فاضل بقى الصغيرة جنى. ها قول يا جنى. مكسوفين، بدأنا مكسوفين بقى. جنى كم سنة؟ ست سنين. ما شاء الله، ربنا يخلي أسرة جميلة. ببدأ بسؤال تقليدي كل مرة، إن أنا ببقى عايزة أعرف البداية خالص تعارف. ده مش محاولة للتدخل من البرنامج ولا منا، لكن فرصة إن أنا أسعد الذكريات الحلوة. حلوة ولا لأ؟ أكيد حلوة. حضرتك بتلمسي حاجة في علم النفس اسمها الارتباط الشرطي أو الرابط في البرمجة اللغة العصبية. التنمية البشرية بقى معانا. لا هو بنلمس إيه معلش تاني بقى؟ هو في علم النفس يسمى الارتباط الشرطي. أيوه. هأوضحها لك. وفي البرمجة اللغة العصبية اللي هو أحد أهم علوم التنمية البشرية اللي هو نيرو لينجويستيك بروجرامينج بيسمى الرابط. أيوه. اللي هو إيه؟ لا احنا عايزين نتعرف الاول، انتوا عرفتوا بعض ازاي، وبعدين ندخل في موضوع طيب. الرابط النفسي، ولا يعني السؤال ده لمس حاجه اسمها في علم التنميه البشريه اسمه الرابط الشرطي او الرابط اللي هو بيفكرك بحاجه فبيصحي مشاعر كانت موجوده في الوقت ده. الله، ما هو ده بقى الغرض، ده اللي انا عايزه اقوله. هدف البرنامج من السؤال ده ان احنا نفكركم بالذكريات الجميله، بنستفيد احنا وكل أسرة بتتفرج علينا، كل شاب مش أسرة بس بيستفيد حاجات كتير قوي.
بطريقة غير مباشرة، احنا ما بنحبش ننصح بطريقة مباشرة. فنرجع بقى الذكريات ازاي بقى التعارف الاول، من امتى بالظبط؟ من اول خالص خالص، من اول نظرة من اول نظرة. لا هو نسرين تبقى قريبتي، يعني احنا في درجة يعني هي الامهات يعتبر بنات خالة، يعني قرابة جدا يعني. فاحنا كنا نلتقي في المناسبات في الافراح العائلية، يمكن طبعا اصغر مني طبعا بشوية، فكنت بشوفها هي صغيره يعني، يمكن اكبر من نادين مثلا حاجه صغيره. طب عايزه اقول لك حاجه بقى، ان احيانا بتبقى اصعب، انت عارف كده، لما يكون في درجه قرابه ومتعودين تشوفوا بعض من وانتوا صغيرين، عشان تاخد العلاقه لمنحى تاني ولطبيعه تانيه، احيانا بتبقى اصعب عن لو كانت غريبه عنك. شوف يا استاذ، هو الكلام ده زي ما بيقولوا مش 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 سلاح ذو حدين، بس هو ليه الجانب اللي بيتقال فيه ناس كتير جدا، مثلا بقى في واحد الاهل بينصحوه، خلي بالك دي مهمه قوي، او بيحصل ضغط ان اتجوز فلانه قريبتك كلها دي زي اختي ما ينفعش اتجوزها، صح كده؟ تمام. دي اسباب، دي اسباب انهم بيشوفوا بعض كتير قوي، المساله ما كانتش كده. رقم اتنين حته الالحاح، او ان ايه، لا دي شوف عارفه، لو سبت الواحد لوحده ممكن تلاقيه متوجه زي ما انت عايز. ايوه تمام. النفس البشريه ساعات بترفض حتة، زي طفل صغير بتقول له كل كذا، ما ممكن هو حبيبها بترفض النصيحة المباشرة الحاح أو التوجيه أو التوجيه، ودي حاجة مهمة قوي هرجع لك فيها تاني طبعاً. يعني أنا ممكن أشير للموضوع مرة من بعيد وأسيب الطرف اللي قدامي يحس ولو بالإيحاء إن هو صاحب القرار مش أنا اللي وجهه. تمام. الكلام ده رائع جدا، وإذا كان ده في الأمور البسيطة ما بالك بقى في القرارات اللي هي لها علاقة بتحديد المصير. ساعات الراجل وساعات الست، طبعا مش كل الناس، انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا قبل ما نستكمل حوارنا في البرنامج، النفس البشريه ما هياش جهاز كمبيوتر انبوت اوتبوت، يعني تحط مدخلات هي هي نفس المخرجات عند كل الناس، لا الموضوع مختلف. يعني ممكن الحاجه اللي تنفع مع استاذ دعاء ما تنفعش مع عماد، ما تنفعش مع نسرين، لكن بشكل عام يعني انا عايز اقول لك حاجه، ممكن حد توجيه لحاجه يتبع هذا التوجيه، واحد تاني يرفض، بس الماجوريتي او الاغلبيه بتحب هي من نفسها تاخد القرار، عشان يبقى يحس من جواه، نقول ايه، بشيء من الفخر يعني داخلي. أيوة. هو مش معلن. أيوة. لكن هو من جواه يحب يحس ايه، انا اللي اخترت دي. تمام. او هي مثلا ايه، انا اللي اخترت ده. وعايز اقول لك ان في قصص حب كتير قوي بتنتهي بالزواج، وطبعا اثناء البرنامج هنتكلم في موضوع دي، نقطه مهمه قوي، ان ليه الحب بيفشل كتير قوي بعد الزواج لما تكونوا واخدين بعض على العاطفيه. ان انا كنت عايز اسالك، هي ظاهره ان الجواز اللي عن حب وقصص حب ممكن تكون مستمره كل ايام الكليه او الجامعه، ولاي اول ما اتجوزوا بحاجه بسيطه حصل انفصال. إيه انا كنت هجيلك في الاسئله طبعا، احنا سايبينها الوقت. بس عايز اقول لك ساعات حته الضغط العكسي اللي هو ده فلان ما ينفعش، او فلانه ما تناسبكش، او انت لسه مش جاهز للجواز، او الكلام ده كله بينتج عنه رغبه واصرار في تنفيذ ده، لان ده اختياري انا، ده قراري انا. إيه انتوا مش هتفهموا زي ما انا فاهم، انتوا مش هتحسوا باللي انا حاسس بيه، انتوا ما عندكوش الاحتياجات اللي انا عايزها في النسبه للاختيار، الشكل او الروح او المعنى او الكلام ده كله. فدي بتدفع لايه؟ لاتمام الموضوع حتى لو انت شايف ان فيه عيوب. يعني ساعات التوجيه العكسي طبعا، هو احسان عبد القدوس على فكره ككاتب هو اكتر الناس اللي اتكلموا في الامور دي بشكل قوي جدا يعني. إيه فهتلاقي مثلا ايه، فكره فيلم الاستاذه الخاليه ايوه طبعا، هتلاقي مين طبعا مشافوش. ده من 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 اروع القصه كتاب احسان عبد القدوس على فكره، كتعبير عن الحب، وان الاحساس بالحب الاول والاصرار عليه، واللي بيكتشف بعد فتره طويله انه كان ممكن يبقى في حب تاني، وممكن يبقى حب تاني ممكن يكون افضل كمان. هنا بقى بعد مره بتجربه بتفرق نظره المشاهد العادي عن نظره واحد دارس في علم النفس، في علم التنميه البشريه، بتفرق النظرة. حتى الفيلم مجرد فيلم عادي طبعاً. تحليله لا لا لا، القصة على فكرة احسان عبد القدوس على فكرة كان فيه ميزة خطيرة جدا، ان هو مش بس بيكتب سيناريو غير عادي ومحبك جدا، لا كان بيلمس اوتار خطيرة جدا في النفس البشرية. يعني الراجل ده من الناس اللي انا يعني بعتبر كتاباته شيء غير عادي، كل قصة على فكرة بتبقى كل قصة وانا حرة يعني، هتبص تلاقي فكرة اللي انا اقول عليها وبتك عليها قوي، انك تقول قدامك حاجة بالضغط عليه بتخليه يتبع الراي الاخر او ياخد نوع من العند، لان هو يقول لك لا انت مش عايز اللي انا عايزه، انا اللي عايز مش انت. ايوه. فدي بتخليه يصر على رايه، يمكن لو سبته هو اللي يختار، ممكن يروح للاختيار اللي انت عايزه. يعني في افلام كثيره لاحسان عبد القدوس كان بيناقش الجزئيه دي من ضمن اشياء، لا من ضمن الاشياء طبعا.
حته ان ويمكن ده كان قبل ما علم التنميه البشريه يتعرف قوي والصنه في التعاملات حتى العاديه. كان هو بيكتب في هذا العلم يعني. عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، حته العلم والموهبه والفطره والانسان القارئ في مجالات متعدده. بقول لك حاجه مهمه جدا، يعني احنا اتكلمنا عن احسان عبد القدوس. عباس العقاد كان حصل على الابتدائيه ولكن كان احسن الناس اللي معاهم شهادات الدكتوراه كان يفتخروا ان هم بيقعدوا معاه ويجالسوه. يبقى واحد منهم فخور كده، يبقى رئيس جامعه يبقى فخور يقول لك انا قعدت مع عباس العقاد. كان الكتب المترجمه كانت تعدي عليه الاول قبل ما تنزل مصر، يعني الدول الاجنبيه بتنزل تبعت كتب مصر كان لازم تعدي عليه الاول ياخد نسخه هديه منها. ايوه قيمته عامله ازاي؟ هنا استاذ عماد طلعت بتقول نقطه مهمه جدا احب اقف عندها قبل ما ننتقل لنقطه ثانيه، وهو ان الثقافه حاجه والتعليم الاساسي اللي احنا بناخده ونمر بيه ومعظمنا بيناله عن طريق المدرسه والجامعه التعليم العالي حاجه ثانيه. الثقافه ده موضوع مهم جدا، ومش شرط انا ابقى متعلم تعليم عالي عشان ابقى مثقف. زي عباس العقاد احسن مثال حضرتك بتذكره دلوقتي. بنحصل عليه عن طريق قراءات، بنحصل عليه عن طريق تجارب وممارسات عمليه وحياتيه. فالتجربه دي مهمه جدا. طبعا طبعا القراءه شق مهم جدا في تنميه ثقافه الانسان وتنميه ادراكه وتنميه وعيه وتنميه قدرته على معامله الناس والتعامل مع نفسه كمان، يعني فهم الانسان لنفسه واحساسه ومشاعره، ده اللي احنا بنسميها في احد العلوم التنميه البشريه والاداريه كمان ايموشنال انتليجنس، اللي هو الذكاء الوجداني. الذكاء الوجداني ده اللي بيستخدم في التنميه البشريه وبيستخدم في التنميه الاداريه كمان، اللي هو قدره الانسان على فهم نفسه وفهم الاخر. فهم مشاعره ايه، فهم عواطفه ايه، فهم دوافعه ايه. بيبقى استعداد حضرتك، يعني انا ممكن اتعرض لنفس التجارب لكن ما استفدش بيها، انسان تاني لا بيستفيد بكل كلمه بيسمعها بتدخل عنده. في بعض الناس عندهم ذاكره فوتوغرافيه كمان، بيستفيدوا من اي كتاب قروه اي معلومه. في ناس بينسوها بعدها بدقائق. فهل هنا يعني القدرات الخاصه بتفرق؟ شوف حضرتك، هو القدرات الخاصه او كل انسان اتولد بملكات معينه، يعني خلينا نقول ان في مين كلمة انواع الذكاءات، في مجموعه من الذكاءات، الذكاءات المتعدده اللي وصلوا لها قريب. ايه الذكاءات المتعدده؟ الذكاءات المتعدده في حاجه اسمها ذكاء سمعي وذكاء بصري وذكاء لغوي وذكاء طبيعي، مجموعه ذكاءات، وذكاء حسابي اللي هو الارقام اللي هو المفهوم القديم اللي عند الناس، اللي هو اللي شاطر في الرياضه والفيزياء يبقى ده الذكي. تمام، ده المفهوم؟ ده المفهوم. لكن هو المساله مش كده. في واحد تاني يبقى شاطر جدا رياضيا وفيزياء وكلام من ده، ولكن لما تيجي تبعته يعمل حاجه او يقضي مشوار او يعمل مصلحه بالمفهوم البسيط بتاعنا يقف، ما يعرفش يقضي المشوار ده او المصلحه دي. واحد تاني عادي جدا وبسيط جدا مش متفوق قوي، لكن بالبلدي كده حرك. طب دي معناها ايه؟ دي معناها قدره على التعامل مع الناس، ده نوع من الذكاء. في واحد تاني ده يقدر يعمل ده لكن ما يقدرش يفهم نفسه ومشاعره قوي، يبقى ده ذكاء. يعني انواع ذكاء ذاتي متعدده للذكاء. طبعا. طيب اسمح لي قبل ما احنا كلامنا كتير جدا وتفاصيل عايزين نعرفها منك كتير، بس انا ما سمعتش صوت الاستاذه نسرين نصار زوجه حضرتك لغايه دلوقتي، ما حكيتليش بدايه الحكايه. يعني استاذ عماد طلعت فعلا خبير تنميه بشريه، انا سالته سؤال راح بيا اتجاهات ثانيه ومواضيع عامه عن العلم وعلم التنميه البشريه والنفس البشريه، ما قاليش بدايه تعارفكم زي ما انا عايزه. مقصوده والله. زي ما انا عايزه اعرفها بالتفاصيل. هو بيقول لي انتوا قرايب. مين بدا هنا؟ مين بدا يعني يتجه بالعلاقه من القرابه العاديه للا ممكن يحصل ارتباط مشاعر من نوع مختلف؟ هو اكيد طبعا يعني هو اتقدم عادي، وانا كنت ساعتها لسه في اولى كليه وكده، ويعني كان في برضه فرق سن يعني شويه، بس كنا بنشوف بعض كتير بس مش قوي يعني. يعني ممكن شفنا بعض قبل ما نتخطب مثلا مرتين ثلاثه يعني، مش كتير يعني قوي كده. يعني يعتبر جواز عن عقل شويه. شويه اكتر منه انه كان قصه حب او يعني. ممكن شويه. انت بتقولي لي هو اللي بدا، لكن هو اللي اتقدم طبعا يعني. هو اتقدم. لكن كان في بقى تجاوب واكيد قبول، هو شعر بيه الاول اكيد ولا ممكن. ايه؟ ممكن. ممكن.
هنا بقى هو ممكن يكون استعمل معاكي على فكره خبرته في التنميه البشريه والنفس البشريه عموما يعني. استعملتها ولا لا بصراحه كده؟ هو كان لسه الواحد ما وصلش قوي في المجال ده، ما وصلناش قوي للقصه دي. لكن هي الفكره ايه؟ الفكره ان الحب على فكره موضوع لازم يكون يفضل بين طرفين. طب يعني طبعا. ايه يفضل؟ يفضل مش شرط، يعني ممكن يكون طرف بيحب الطرف الاخر، الطرف الاخر حب حبه ليه، دي مهمه جدا على فكره. يعني في حد ممكن ما يحبش، يعني يقول لك انا ما ارتبطش بحد ما بيحبنيش، فبناء على الحب ده يبتدي الاحساس يتحرك. ايوه واصل معنى؟ طيب يعني لو ما استعملتوش مع زوجتك استاذه نسرين، على الاقل تكون استعملته في تربيه البنات. ونعرف ممكن بعد ان استاذه نسرين كمان خريجه كليه التربيه. فمش عارفه هل احنا بنستفيد من دراستنا؟ يعني انت المفروض درستي كليه التربيه، هل بقى خريج كليه التربيه لما يتخرج من كليه زي دي يعرف فعلا يستفيد منها حتى في ابسط امور حياته، وهي تربيه، او مش ابسط يعني لانها حاجه مش بسيطه، في تربيه الولاد مثلا؟ اكيد طبعا بتستفيدي، بس يعني برضو الحياه تبقى ليها حاجه، يعني حاجه ثانيه خالص يعني، غير اللي انت اتعلمتيه بقى في علم النفس بقى وكده والسلوكيه والكلام ده. بس ما حسيتيش ان انت طبقتي النظريات الدراسه بتاعتك؟ ما حسيتيش؟ بتستفيدي شويه يعني، بتستفيدي، في ناس بتستفيد اكتر طبعا. أي. يعني في ناس ممكن تستفيد اكتر، بس انا طبعا يعني الواحد على الاقل بيعرف مثلا في الدراسه مثلا يعمل ايه كده، يعني تتعاملي ازاي؟ تتعاملي ازاي شويه. طبعا بالنسبه لحضرتك بتقولي ان انت في الحياه نفسها بقى، ان انت مع الولاد وكده بيبقى كل طفل ليه طبيعه. حضرتك بتقول ان ما استخدمتش علم التنميه البشريه في علاقتك او بدايه علاقتك مع نسرين، لكن اكيد حسيت ان ممكن ان انت تتعامل بيه مع الولاد وفي تربيه الولاد. لا خلينا نقول حاجه مهمه الاول جدا، يعني انا بدايه حياتي كان اشتغلت فتره في مجال المبيعات قبل ما اتجه لموضوع التنميه البشريه. مجال المبيعات بيعلمك حاجات كتير على فكره. مجال المبيعات بيعلمك فن الاقناع، فن التواصل، فن التفاوض. حلو كده؟ حلو قوي. تمام، ده مهم جدا. فن كمان التفاوض وبيسموها مهارات العرض والتقديم، ازاي هاو تو بريزنت يور سيلف، ازاي تقدم نفسك. طب الاربعه دول يستخدموا مع اي حد؟ يجيبوا نتيجه ما يجيبوش نتيجه؟ طبعا. طيب صح اكيد كدا؟ سواء في مجال العلاقات الشخصيه او في مجال العمل. يعني ايه؟ يعني عايز اقول لك حاجه مهمه جدا في التواصل مع الناس. في ناس على فكره بيبقوا ناجحين جدا في حياتهم المهنيه لكن ما عندهمش قدره على التواصل مع الناس كويس. استاذ تقعد مع حد فيهم تقول ازاي ده استاذ جامعي كبير، ازاي دكتور نجح جدا وبيتكلم بالطريقه دي. يعني بيحصل الكلام ده وبنقابل الكلام ده. طيب فن التواصل هنا من ضمن اساسياته بيعلمك ازاي تبتسم. يمكن من ضمن الحاجات اللي بقولها دايما وبتكلم فيها حتى مع البنات، ان الابتسامه دي حاجه بيسموها السحر الحلال. الله، المعنى السحر الحلال. والسحر انك تسحري لحد، دي مشكله. فالسحر الحلال يعني نوع من السحر اللي بيأثر قلب اللي قدامك، بيصطاد القلب. أيوة. يعني حتى الصينيين في بينقشوا كده على الحجاره عندهم الحاجات الحكم اللي بيسيبوها للاجيال، فيقول لك اذا لم تبتسم فلا تفتح دكان. طبعا كلمه دكان هي اللي مش مقصود بيها انك تفتح محل، ولكن ما تتعاملش مع الناس خالص، ما تفكرش انك تتعامل مع الناس، اقعد في البيت انعزل واقفل على نفسك. فالابتسام دي قاعده مهمه جدا في التواصل، ده تواصل مع الانسان اللي قدامك، تواصل مع الزوجه، تواصل مع زملاء العمل، فتواصل مع الانسان انت عايز تخطبها. ما انت لو كشري خلاص الموضوع كده من اوله كده. حتى يعني عارفه ساعات يبقى في مشاعر، لكن لما تقعد مع حد كشري قوي ونكدي كده وقاعد تقول لك يا عم ده انا هجيب لنفسي، ممكن عدم الابتسام وعدم القدره على التواصل تاثر في مسار او مسار العلاقه. من ضمن الحاجات المهمه جدا في التواصل الاي كونتاكت، اتصال العين. مش ناس كتير بتعرف تعمل ده. فالتواصل بالعين ده مهم جدا في توصيل المشاعر على فكره. يعني احنا بنعلم الناس ونقول لهم مهم جدا لو عايز توصل الانسان قدامك معلومه مهمه، ما تكلموش انت عامل كده، ما تكلموش انت بص لفوق، ما تكلموش انت فاتح اللابتوب بتاعك، تكلمه انت بص في عينه. قريت عن الموضوع ده، كان المدخل بتاعه ازاي تقدم نفسك في انترفيو مثلا وانت مقدم لوظيفه. تمام. ازاي عن طريق مجموعه من اللي حضرتك بتذكرها واهمها التواصل العين، ادخل انا بنظره عيني بثقه معينه واسلوب كلام معين وانا بعمل الانترفيو ده،
بوصل اللي انا عايز اوصله اللي قدامي، كويس. ونظره العين هنا طبعا بتلعب دور. انا عايز اقول لك ان احنا الناس اللي بتعمل انترفيو بنقول لهم وانت داخل من الباب الغرفه اللي فيها الشخص اللي بيعمل الانترفيو تبقى عينك عليه. حتى اقول لك اقفل الباب وانت مدي ظهرك للباب، ما تلفش، يعني اول ما تفتح الباب وانت داخل تعمل انترفيو في شخص قاعد على المكتب. هو على فكره من ضمن الناس اللي بتعمل الانترفيو ده هو حاطط من ضمن الكرياتيريا او المعايير اللي هو حاططها ان ده بيعرف يتواصل ولا لا. من ضمن الاساسيات اللي هو حاططها في التواصل ان هو يعلم اتصال العين، فبيراقبه وهو داخل. فقول له حتى اقفل الباب بايدك وعينك على اللي قاعد، وانت تاخد المسافه دي تبقى عينك حتى عينك متواصله معاه قبل ما تقعد معاه، قبل ما تقعد تتكلم معاه. وحتى لو هو صرف نظره عنك هو بقى متعمد عايز يشوفك هتعمل ايه، فانت برضو تحاول تكون متواصل. فتواصل العين ده على فكره عايز اقول لك في العالم الغربي بيعتبروا ان عدم تواصل العين او تعمل عينك كده او كده في نوع من عدم الاهتمام او الاحترام. ايوه. حضرتك تتكلم مع حد من اي جنسيه. طبعا الجنسيات الشرقيه على فكره عندنا مشكله غريبه جدا في نوع من الخجل والحياء. احنا لسه انا عايز اجيب النقطه دي عند حضرتك. لا ان ده تواصل بالعين بقى لو هنتكلم من منطلق تاني شرقي وبعض الناس اللي بتتكلم عن منطلق ديني العكس تماما بقى في حكايه، خصوصا لو مراه ورجل. طب هنا مشكله. اقول لك حاجه بقى، طب مراه وراجل يعني ندي بعض العذر حسب طريقه التربيه عندنا في المجتمعات الشرقيه، لكن لو راجل راجل استاذ برضه ما تلاقي برضه في حته تواصل عندي من مفقوده. السبب انا مش عارف، يعني ساعتها بنعمل مثلا اي دوره من تدريبيه او كده بنقول للناس يعني العين دي احلى حاجه في بني ادم، مهما مش لازم تكون عينيك خضراء وزرقاء وصفراء، يعني العين دي عموما ربنا خلقها احلى حاجه في بني ادم فعلا. فانت ممكن تبص لناس كتير قوي قاعدين وتقعد تبص لكل واحد في عينه وما تحسش باي نوع من الخيطين. ضرب الناس على ده، يعني طلع الناس من الموجودين اللي عندهم عدم قدره على التواصل وشاف الناس القاعده دي كلها في مسرح مثلا او في قاعه تدريبيه، قول له لف عليهم كلهم وبص في عين كل واحد فيهم مره في مره، حته بتتكسر عنده حته ان هو ما عندوش قدره انه يبص. يعني هي الفكره فيها نوع من عدم الثقه شويه، تمام، فيها نوع من الخجل اللي هو لازم يتكسر، مش بالكلام، يتكسر بالتمرين او بالتدريب. نرجع لحاجات قبل ما نسيب النقطه دي، احنا من الاساسيات مرض زي مرض التوحد ان هو ما بيقدرش يعمل الاي كونتاكت، نظره العين، ان هو يتواصل بعينيه. فده دليل على عدم الثقه زي ما حضرتك بتقول. طبعا. وممكن احنا ندرب ولادنا عليها، يعني تدريب. يعني حضرتك طبعا اكتر انك تقول لي ان احنا ممكن ندرب ولادنا على حاجات كتير قوي، الثقه بالنفس، ازاي التعامل، ازاي الابتسامه، يعني نظره العين والابتسامه مع بعض دول مفتاح لحاجات كتير قوي. ويكفي جمله زي اللي انت قلتها، السحر الحلال. يعني انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ، مهمه جدا، ان موضوع التدريب ده في من اوله جزء نظري اللي هو انت تقدر تعمل ده، انت عينيك حلوه قوي او انت عينيك حلوه. الفكره الكلام ده بيجيب اثر، ممكن تلاقي شخص قدامك عايز اقول لك حس انه شايل على كتافه كتير قوي ومهموم، مجرد انك تقول له مالك انت ما شاء الله عليك، ده اسلوبك حلو، ده نظرتك كويسه وانت بتتكلم معايا، ده انت يعني شيء رائع، دي لوحديها كافيه ان تخرجه من الحاله دي. يعني قبل ما نعمل تدريب لازم اوصل له رساله ان العين دي اجمل حاجه فيه وعينيه حلوه، وحتى لو لابس نظاره او يعني في حاجات كتير قوي، مش لازم تلبسي لينسز ملون مثلا، يعني قدام يعني لازم اوصل له رساله ان انت بطبيعتك حلو. دور الام والاب في ان هو، وعلى فكره المفروض طبعا المدرسه والمدرس، ان انا اعرف اللي قدامي كتلميذ كطالب كابن او بنت موهوب في ايه، ودوري اوجهه، دوري اشجع الموهبه دي لا تقل اهميه عن الدراسه. يعني راي حضرتك انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان لمستي حاجه في حته ممارسه الرياضه بالنسبه للسن الصغير بيديهم حاجات كتير قوي، مش مجرد بس ان هو نشاط، لا بيديهم اولا نوع من الاحساس بالثقه بالنفس. يعني لما تيجي بنت مثلا تكسب ماتش بيديها احساس بالثقه، او تلعب بشكل كويس تسمع تشجيع مثلا من الجمهور اللي قاعد بره وبيحصل الكلام ده، بص في سعاده جواها، هذه ثقه بالنفس. بيعمل عندها نوع من الاجتماعيه، دي مهمه جدا. يعني ناس كتير جدا عندهم حته الشخص خجول، نقول له لا انت ابنك ده او بنتك دي لعبه حاجه رياضيه، هتبقى سوشيبل في ظرف بسيط جدا، لان في كل يوم بيبقى فيه او كل يوم يوم لا في فريق بتتمرن معاه، بتتعود على الجماعيه على المشاركه، بتتعود انها ممكن تسمع الكلام، لان ممكن التلميذ في الفصل يبقى مع المدرس مش قابله، لكن مع المدرب
لا بيبقى الموضوع مختلف شويه، الموضوع في لعبه. وان انا اشتغل في فريق، فريق طبعا احنا بنطبقه في مصر. احنا مشاكل كتير جدا عندنا في مصر، وحتى في الاداره في المؤسسات طبعًا المختلفه طبعًا. ان احنا مش عارفين نعمل كفريق، وان انا يبقى لي دور ملتزمه بيه واجيده تماما واتقنه وابقى ترس. ايه المشكله؟ ابقى ترس في اله كبيره. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا يا استاذ دعاء، ان هنا احنا بنقلل الانانيه. يعني فكره الاداره ايه؟ ان انا عايز اكون انا النجم الوحيد، انا اللي بعمل كل حاجه، انا اللي ظاهر في الصوره، انا اللي الناس كلها بتشاور عليا، فحاول اخطف تعب الناس التانيين. ولما بيكون المدير اللي بيخطف عرق الناس او مجهود الناس اللي تحت منه، تمام، ينسبها لنفسه، تمام، انه عايز ده موجود بسرعة. عندنا طبعا موجود في اماكن اخرى، بس يعني عندنا في دول كتير، بس طبعا لا شك ان بنسبه اعلى في المجتمعات العربيه للاسف يعني. فطبعا انت من سن صغير لما تعوديه ان هو لا، في حاجه اسمها العاب جماعيه وفي كله بيكسب والمكسب ده للجميع وكله بيتعاون، طبعا بتزرع جواه حاجات مختلفه. ومهما كان دوري صغير الا ان هو مهم، مهم ومن غيره المنظومه الكبيره والنتيجه الكبيره دي ما كانتش هتحصل. فانا مش اقل، مفيش دونيه، مفيش احساس بالدونيه. طبعا طبعا. وفي حاجه مهمه جدا كمان، بتعمل نوع من الانتماء. يعني ايه الانتماء؟ يعني انا بنتمي لفريق، الفريق ده عايز يكسب، فبحس بالحماس. الانتماء ده بيبقى لنطاق اكبر بعد كده، يعني في انتماء للاسره، انتماء للفريق بتاعي، في بعد كده انتماء للبلد. يعني هي الفكره ماشيه تدرج، فانا بزرع جوه انتماء وولاء. بيجي من ايه؟ من ان انا بكسب وحريص ان انا اكسب وفرحان بالسعاده. يعني مره منا مثلا جات لي متضايقه، خسرت من فريق كبير يعني، فزعاني من قالت لي انا خسرنا من، فقلت لها طب ما طبيعي ده فريق كبير قوي يعني. فلا في جواه بقى حته بقى الرغبه ان انا لازم اكسب، لا الفريق بتاعي ما يتغلبش. فالمعنى ده فدي أيوه. دي نقطه مهمه أيوه. بتزرع جواه حاجات نفسيه. في كمان الرسم، حضرتك قلت لي الرسم، دكاتره نفسيين كتير جدا دلوقتي بيلجأوا للرسم عشان يعالجوا المرضى النفسيين. هم مش مرضى نفسيين يعني، هو عاده دلوقتي بقت في ثقافه ان انا اروح لدكتور نفساني بدون مرض نفسي، حتى لو مرت بيا ازمه بسيطه. المفروض صحيا ان انا كل فتره اقعد مع طبيب نفسي، ده في الخارج على الاقل. فدلوقتي بيلجأوا الدكاتره للتلوين ايضا والرسم. شوفي حضرتك، الرسم ده ليه دور مهم جدا في اخراج مشاعر الانسان، في التعبير عن ذاته. فانا بنمي هنا حاجه بنسميها الذكاء الذاتي، هو فهم المشاعر. الطفله انفعل بمشاعر معينه فعبرت عنها بالرسم، عبرت عنها بكتابه، عبرت عنها حتى لو بتكتب شعر وشعر اي كلام، لكن مجرد بتفرغ الحاجه اللي جواها، بتعلمها انها تطلع اللي جواها، ما يبقاش مكبوت، دي مهمه جدا. كمان بتعلمها ازاي تعبر عن نفسها. فهنا دور الاسره انها تشجع ده وتحمس ده، حتى لو الرسم مش حلو قوي. يعني فكره الانسان ياخد القلم ويطلع يعبر، دي ليها اهميه كبيره جدا. انا عايز اقول لحضرتك لمستي حاجه مهمه جدا، فكره الدكتور النفسي. هنا بقى بره، او هنا مش مقصود بيها الدكتور النفسي اللي هو بيعالج بادويه، لا المقصود بيها هنا اللي هو بيسموه السايكو اناليسيس او محلل نفسي، او بيسميها لايف كوتش. فاللايف كوتش ده احدث تعبير. اللايف كوتش بيندرج اكتر تحت علم التنميه البشريه بالظبط، منه بالزبط الدكتور بالزبط النفسي بالظبط. بس هو عباره عن ايه؟ عباره ان الشخص بيبقى حاسس ببعض الاعتلال المزاجي. وهفصل لك يعني الفرق بين الاعتلال المزاجي وبين الاكتئاب. الناس كتير بتقول لك انا مكتئب ومش عارف هو ايه المشكله اللي عنده. ده بيبقى محتاج ايه؟ محتاج حد يقعد معاه يفضفض معاه، عنده قدره انه يسمعه. هنا بقى اللايف كوتش دوره ايه؟ انه عنده المهارات انه يطلع اللي جوه الانسان، انه يفهمه كويس، انه يطرح عليه الاسئله اللي خليه يفضي اللي جواه. وبيستخدم بعض التكنيكس او التقنيات الكتير، منها الرسم. عبر عن مشاكل ده بالرسم. بنستخدم حاجه اسمها الماب مايند، الخرائط الذهنيه. ارسم دايره كبيره قوي، حط فيها علاقاتك، المشاكل عندك فين مع الاسره مثلا، اكتب الاب الام الزوجه الاول مثلا يعني، وابتدي عبر لي بالرسم، ارسمهم لي، شايفهم ايه بصراحه يعني. عبر، مش بتكتب بقى. هو طبعا رايح مستني ده، هو مش جاي يعني عشان يكتب بقى صوره واحده مثلا عندها مشاكل مع زوجها فترسمه ملاك، لا انت هي جايه عشان عارفه ان في مشكله، فيبتدي ترسمه. فترسمه صوره مثلا حاجه شريره او واحد مثلا، فيبتدي يتكلم معها بقى ليه وعشان يعني. فاذا الرسم هنا موضوع مهم. بالظبط. بنحط حاجه اسمها سكيل كمان، يعني دي لمستي حاجه خطيره جدا. سكيل دي اللي هي درجات، يعني ايه؟ يعني المشاكل عندك فين في علاقتي مثلا بالاب او الام او الاولاد. طيب علاقتك بيها تحط لها كام من كام؟ مثلا 6 من 10 كده. انا اجمع العلاقات، ابص الاقي في علاقه معينه فعلا قليله شويه، علاقتها بزوجها او علاقتها بباباها او علاقتها بحد من اخواتها قليله قوي. طب
نبتدي بقى نتكلم بقى، نبتدي ندوس على ده. يبقى التعبير هنا جه منين؟ جه بالكتابه، جه بالرسم، جه بالارقام على سكيل. يبقى تعبير بالكتابه بالقلم، مسك قلم وكتب. ما ينفعش الموضوع كده مجرد ده. ده خلاها تطلع لجواها، ده خلاها تعبر، ده خلى اللي قدامها يفهم. أيوة. ايه المشكله عندها؟ ولازم نفهم هنا ان الموضوع بياخد وقت، وموضوع تدريجي، والموضوع مجموعه خطوات. طبعا. يعني ما نزهقش بسرعه. لو بنتي عندها مشكله نفسيه، لو انا عندي مشكله معينه، اهم حاجه ان انا اعترف، وده مش عيب، وده طبيعي مع كم الضغوط والتسارع اللي بيحصل حوالينا في الحياه وفي كل حاجه. وطبيعي اني اعرف ان لازم هاخد وقت، وهي مجموعه خطواته بالتدريج. هقول لك حاجه يا استاذه دعاء مهمه جدا. في ناس كتير بتبقى متضايقه من جواها ومش عارفه، او حد تاني بيبالغ قوي، عشان كده حتى يقول لك احسن التعبير عن مشكلتك. يعني ما يقول لك انا مكتئب، بنقابلها كتير. ما تكلمش النهارده انا مكتئب. مكتئب دي كلمه كبيره قوي. الصوره المصغره منها بيسموها الاعتلال المزاجي. ايه الاعتلال المزاجي ده؟ اللي هو في اوقات معينه الانسان بيجي يشوف الحاجه السلبيه ويعممها. يجي اخر النهار، في ناس كتير كده على فكره، ناس كتير مش قليله، يفتكر كل الحاجات الوحشه اللي عدت عليه طول اليوم. يفتكر مثلا موقف مع الام، تفتكر موقف مع بنتها ضايقتها، تفتكر موقف مع زوجها ضايقها، تفتكر موقف مع الجيران. تجمع الحاجات السلبيه دي قبل ما تنام. او الانسان عموما، او الراجل او الست، ويبتدي يحصل ايه لما يجمع الحاجات السلبيه دي؟ هيكون نتيجه طبيعيه ان العقل الباطن او العقل اللاواعي اللي هو الصندوق الاسود بتاع الانسان يبتدي يشغل لك كل ده طول الليل. فتصحى مزاجك متعكر، تصحى مش مبسوط، تصحى متضايق، صح كده؟ كانوا اتفضل كمل. بس في نصيحة معينة نعملها أو خطوة قبل ما ننام بالليل علشان ما نسترجعش كل السلبيات؟ في بيلجأوا إن هم يقروا في قصة بسيطة جدا تفهميكي حتى، أو أي قصة يعني بسيطة جدا جدا تخلي المخ يشتغل في اللاشيء. أنا بريح مخي، أو لعبة معينة. طبعا. فهنا نصيحتك إيه؟ والله هو يفضل آخر يوم. أنا فاكر مرة كان الأستاذ محمد أبو هاب كان بيسجل حلقة في التلفزيون، فالمذيع محاور بيقول له أنت قبل النوم بتعمل إيه؟ فقال له بتفرج على مسرحية لفؤاد المهندس، فحتى لو ربع ساعة. فالمذيع قال له عشان؟ قال له عشان أبقى نام وأنا مبسوط، يبقى آخر حاجة سمعتها نكت وحاجات دمها خفيف. فدي نقطة مهمة جدا. يفضل آخر اليوم إن أنا ما أحاولش أسترجع الحاجات السلبية اللي عدت عليا. يفضل إن أنا أنهي اليوم من غير مشكلة. يعني لو في مشكلة مع الزوج، مشكلة مع حد من الأولاد، يفضل إن أنا أحتوي ده وأمسح ده ومن جوايا كده خالص، مش مجرد إن أنا أطبطب وخلاص وأخش بغلي. لا خالص، لازم يكون في من جوايا طاقة السماح، طاقة العفو. في حاجة مهمة جدا على فكرة بتخلي الناس تشعر بالطاقة السلبية السيئة دي، هو عدم الامتنان، عدم الرضا يعني، أو الرضا أو الشكر. أنا أحكي لك والله حاجة لطيفة جدا، لأن طبعا ممكن يجي وقت معانا نتكلم عن أهم المشكلات الزوجية، فنتكلم المشكلات المادية مثلا. اسمح لي بس التعليق قبل ما تحكي لي الحكاية دي. أستاذة نسرين، أنا متهيألي أنت المفروض ما تكونيش بتشعري باكتئاب خالص، يعني كل ما تبدأي تحسي بضغط اقعدي بس مع أستاذ عماد. اسمعي، دي جلسة نفسية على فكرة ببلاش كده، متاحة ليكي يوميا، ولا باب النجار مخلع بقى بصراحة كده؟ لا مش قوي. انت بتضحكي، انا جايه لك، انا هسالك السؤال ده برضه. نادين عندها كلام عايزه تقوله. لا مش لا عادي بصراحه. لا هو لما بيبقى فيه مشكله برضه يقول نهدى وممكن يبعد. هو بيطبق يعني الموضوع معاكم؟ يعني فارق عن زوج عادي؟ انت حاسه فعلا ان جوزك ده خبير تنميه بشريه اكيد. طبعا هو يعني هو طبيعته معانا في البيت حتى مع البنات مش بس. انا تالي نادين عندها رأي مختلف. مش اب عصبي يعني. ها نادين وجنى ايه رأيكم؟ لا خالص، انا بابا يعني كل مشكله لازم اروح له واخد رأيه. هو مش عصبي، ما بيزعقليش، هو بيكلمني بهداوه بس، فبحب اخد رأيه في كل مشاكلي وكده. ومنا لما تجيلك مشاكل بتاع صاحبك، يعني نقدر نقول بابا ده صاحبي صديقي؟ طيب. هو صاحب البنات. نسمع بقى الحكايه اللي تعبر عن الرضا، احنا محتاجين قوي نسمع امثله وحكايات. طبعا هي القصه العليا دي مش قصه نموذجيه او قصه حاجه عشان نقول للناس ان لازم تكونوا مهما كان، لا، انما هي الفكره المبنيه عليها القصه
ان الانسان بيبقى جواه حاجات جميله هو مش شايفها، هو مش واخد باله منها، لو ركز عليها هتغير حياته على الاقل نفسيا. القصه دي بمنتهى البساطه عن واحده بتحكي، بتقول انها راحت احد البيوت، كان البيت في حاله من الفقر يعني باينه، شكله مش حلو، الجدران تعبانه، كل حاجه مش لطيفه يعني. فجت بنت صغيره، طفله صغيره، فقالت لها تعالي اوريك اوضتي او غرفتي. فهي تخيلت ان الغرفه هتكون مختلفه عن البيت. ايوه. فجت الاوضه لقت الغرفه نفس القصه، نفس النظام، ناس شديد الفقر والبؤس يعني. لكن لقت في الاوضه عندها رسمه كبيره قوي، لوحه هي رسمها وحطها في الاوضه، لوحه جميله. وقالت لها انا بحب الصوره دي قوي. فالست خرجت من عندها يعني تغيير في تفكيرها كبير جدا. يمكن هي راكبه عربيه فخمه قوي، يمكن هي عايشه افضل كتير، يمكن هي ظروفها احسن بكتير، لكن مش حاسه بالسعاده دي. طيب لما بصت للبنت دي لقت السعاده الكبيره، السعاده الكبيره دي جايه من فين؟ من لوحه جميله عندها في الاوضه. البنت سابت كل الحاجات الوحشه اللي موجوده وركزت على اللوحه الجميله، قالت انا بحب اللوحه دي. فهنا وجهت واحساس السعاده يعني اللي نقف عنده، احساس السعاده اللي عند البنت الايجابيه اللي عندها طبعا، القوه اللي عندها الداخليه، اللي هي ممكن زي ما حضرتك بتقول عند ناس في مستوى مادي احسن بكتير قوي وظروف معيشيه احسن بكتير قوي ومش قادرين يحسوا بيها. انت عارف جاي من فين الحكايه دي؟ احنا دايما بنقولها للناس في اي جلسه لايف كوتشنج او الكلام ده، ان انت تعالى بقى انت عندك ايه حلو؟ ما فيش حاجه حلوه في حياتي خالص يا راجل، معقوله؟ يقول لك ما فيش. او واحد يقول لك الدنيا كلها طبعا، لان ليها سبب، لان الانسان لما بيمر بمرحله الاعتلال المزاجي بيعمم الحاجه السلبيه. يعني ايه؟ يعني قبل ما ندخل بقى في الحته دي، مهمه جدا الانسان يفكر في دي عشان ما يعملهاش، اللي هي تبقى يوم واحد خارج خروجه جميله جدا جدا ومبسوط وسعيد، واخر اليوم يجي له مكالمه اي ظرف، خمس دقائق بس، خلي بالك، ينسى كل الحاجات الايجابيه اللي في اليوم، يوم من اوله. ده بقى اللي بنقول عليه نكدي بالعاميه كده وبالبلدي نكدي. ودول موجودين كتير قوي، ستات ورجاله عندنا. طيب انا عايزه حاجه مهمه قوي، بس قبل ما اقولها بقول ان للاسف ان معظم اللي بيدمنوا على ادويه الاكتئاب وعلى المنومات اللي بقت موضه دلوقتي وعلى وعلى وعلى، دول ظروفهم احسن كتير قوي من غيرهم اللي بيشقوا وبيصحوا وبيشتغلوا في وظيفه واتنين عشان يجيبوا قوتهم وقوت ولادهم. طيب. ورغم كده مش بيدمنوا على الادويه اللي هي بقت موضه دلوقتي للاسف. انا هقول لك ليها تفسيرات كتير قوي. انا عايز بس اكمل جزئيه مهمه، اللي هي جزئيه الحاجات اللي في ايد الانسان. هتقول لك السعاده ان تبحث عنها في الامور التي في يدك، ولا تبحث عنها في الامور التي في يد الاخرين. البحث في الامور التي في يد الاخرين تجلب لك التعاسه، لن تجلب لك السعاده. فلما حد يلاقي نفسه متضايق او مش مبسوط او مش في الفورمه او مزاجه مش رايق، يمسك بس ورقه وقلم ويكتب فيها الحاجات الحلوة اللي عنده، يكتب فيها الحاجات اللي ربنا مديها له، يكتب فيها الحاجات اللي هو عملها كويس النهاردة. حتى لو حاجة بسيطة، مش لازم نكتب حاجات يعني غير عادية، لكن مجرد بس ان انا قمت نشيط اكتبها، مجرد ان انا عديت واحد الشارع مثلا، مجرد ان انا اتكلمت مع حد بشكل كويس اكتب، مجرد تكتب الكلام ده قدام عينيك قرايتها بيشعرك بشيء من السعادة، بيخليك توجه تركيزك على الحاجة الإيجابية في حياتك اللي انت مش واخد بالك منها من قبل ما تكتبها. طيب انا عندي سؤال بس اخير مهم جدا، انا امتى اعرف ان اللي عندي ده حالة اعتلال مزاجي عادي زي ما حضرتك بتقول، وامتى ان انا فعلا مكتئب بدأت ادخل دائرة المرض؟ لما تطول لامتى؟ لما تستمر الحالة معايا لامتى؟ لما اعراضها يكون ايه؟ يعني انا سمعت لو الحالة وصلت معاكي انك مش مهتمة بنظافتك الشخصية، مش مهتمة تقومي من السرير، بتنامي كتير، يعني ليها اعراض عشان انا اقول انا فعلا مكتئبة لازم ابدا اخد بالي. والله خليني اقول لك ان دي الجزئية دي بالذات ممكن يكون اقدر في رد عليها ممكن طبيب نفسي اكتر يعني. طبعا. لكن خليني اقول لك ان اعتلال المزاج دي حاجة بتمر بناس كتير قوي، ان هو وقت معين يكون فيه متضايق، وقت معين يكون فيه مش مبسوط، وقت معين يكون فيه مزاجه، لكن مش على طول. المكتئب بيخش في قصص بقى من الحاجات اللي حضرتك بتقوليها دي، بينام كتير. او بياكل كتير قوي او ما بياكلش، في فقدان شهيه. بيرفض انه يقابل الناس. بينعزل في عالم لوحده. بيبتدي يسرح كتير قوي، حاجه بيسموها الداي اوف دريمز اللي هي احلام اليقظه. يبقى عنده فكره حته انتروفيجن، يعني انطوي، مش عايز يقعد مع الناس خالص، اي حد يجي يخش اوضه يقفل على نفسه. وخدوا بالكم قوي من احلام اليقظه اللي بتيجي على حساب الواقع، اللي هي يعني في بيلخبطوا، في بيعيشوا في احلام اليقظه اكتر كتير قوي من الواقع، لدرجه انهم مش بيسعوا انهم يعملوا بقى في الواقع حاجه، هو بيحقق في الخيال. باحلام اليقظه بالظبط، بيحقق في الخيال وده مرض في الحقيقه.
عنده حته البروجكشن هي اسقاط على الاخرين مشاكله كلها، اصل ما حدش بيشتغل الا بواسطه، اصل مش عارف الامهات كلهم بيعملوا لاولادهم ايه، بيدور على شماعه دايما ويسقط عيوبه على الاخر. على فكره دي من ضمن المشاكل الزوجيه يعني حتى المبنيه على حب. يعني عايز اقول لك ان في قصص حب كبيره جدا وقويه جدا بينتج عنها علاقات زوجيه فاشله، منها كل واحد بيحمل مسؤوليه الحياه على الاخر، ودي نقطه كبيره جدا. ساعات الحب بيكون سبب فيها على فكره، ساعات الحب بيدي احساس للانسان ان التاني مسؤول عنه تماما، فيبقى متوقع منه حاجات اكتر كتير من الطبيعي ورامي عليه كل الحمول. مع الوقت الطرف التاني ده ما يقدرش يستحمل وبيقع منه، فبيحصل ايوه انطفاء العلاقه دي. أيوة. طيب انا عايزه استفيد بقعدتي معاك، لان انا اتكلمت في جزئيه هي طبعا مهمه وكله اللي هي التنميه البشريه، ما اتكلمتش عن التنميه الاداريه وفن التنميه الاداريه وعلم التنميه الاداريه اللي احنا محتاجينه في مصر جدا. ده علم لازم يؤخذ به في كل مؤسسه، وللاسف لو هنبص في معظم المشاكل اللي عندنا، معظم المشاكل الموجوده في مؤسساتنا وشركاتنا المختلفه هنلاقي سببها سوء الاداره. فتقييمك لهذا العلم هل يؤخذ به حاليا في مصر؟ انا بس عايز اقول الاول ان معنى التنميه البشريه هي تنميه قدرات الانسان ومهاراته عشان يكون في وضع افضل، ده بشكل بسيط. أيوة. وعشان يحقق النجاح لنفسه وللاخرين، لما يحقق السعاده لنفسه والسعاده للاخرين، ده مضمون التنميه البشريه، ان انا بنمي قدراتك، بطلع لجواك الحاجات اللي انت ممكن مش واخد بالك منها واعليها لك وانميها لك، تقدر تكون انسان صالح في المجتمع، تؤدي بشكل افضل. تؤدي بشكل افضل في ايه؟ في علاقاته مع الاخرين واصحابه، وعلاقاته مع زمايله في العمل، فيترتب على نجاح على المستوى الاداري. هل في فرق كبير؟ في فرق، بس في عوامل مشتركه. يعني الانسان اللي هو عنده تنميه بشريه بجد، عنده قدره على التواصل، عنده قدره على التعبير عن نفسه، عنده قدره على احتواء الاخر، عنده قدره على فهم الاخر، عنده قدره على التسامح مع الاخر، ده بقى مع زمايله في العمل عامل ازاي؟ عنده قدرة على الإحساس اللي قلناه من شوية اللي هو روح الجماعة، تيم وورك. يعني تيم وورك بيلدينج ده موضوع مهم، مواضيع مهمة جدا في علم التنمية البشرية. إذا كان في بناء فريق عمل سكسسفول تيم وورك بيلدينج، يعني بناء فريق العمل الناجح تيجي منين؟ حتة انصهار مع بعض، ده صميم التنمية البشرية وصميم التنمية الإدارية. أيوة. في من ضمن الموضوعات مهمة جدا اللي بنتكلم فيها اللي هي السلوك الإيجابي في التعامل مع الآخر، سواء الرئيس مع المرؤوس أو المرؤوس مع الرئيس. دي كلها حاجات مهمة جدا. لو عايزين نتكلم عن تنمية إدارية، بمعنى تنمية إدارية إن أنا أنميك إداريا، ففي قاعدة مهمة جدا في التنمية البشرية والإدارية اسمها النمذجة. النمذجة يعني إيه؟ يعني إن أنا آخد النموذج الناجح وأطبقه زي ما هو. أنا ليه بصير إن أنا أخترع العجلة؟ يعني ليه الإصرار الإنسان بتعمل حاجة من ما فيش؟ لا، ما في نماذج ناجحة يعني حتى على المستوى البشر. يعني في واحد مثلا من الناس العالميين جدا، أنتوني روبنز مثلا، ده واحد من كبار الناس في مجال التنمية البشرية. أيوة. قال لك أنه بدأ حياته بتقليد الآخرين. تقليد يعني إيه؟ يعني شاف قدامه ناس ناجحين جدا، كان شاف الخطوات اللي بيعملوها، شاف حياتهم كنموذج مصغر وكان بيقلده. الله عليك. بيعملوا إيه؟ بيشتغلوا إزاي؟ بيبذلوا مجهود إزاي؟ بيريحوا عن روحهم إزاي؟ يعني بيعمل نوع من الراحة عن نفسه إزاي؟ وياخد ده ويعمله 1 2 3 4، خلاص أنا عملت حاجات نموذج إنسان ناجح، زي بالظبط اللي بيسوق العربية، زي بيسوق العجلة، بيشوف حد بيسوق عربية إزاي ويقلده، بيتعلم منه ويتبع الخطوات. ده فن طبعًا يعني وعلم كبير قوي، عايزين نخصص له حلقة لوحده، بس للأسف بسرعة. يعني كتجارب، في تجارب دول كتير زي البرازيل ومن تجارب جاهزة قدامنا ممكن نقلدها. طبعًا ممكن نقلد طبعًا. وحضرتك قليلة. ضربت مثل ان واحد زي روبنسون بدا حياته بالتقليد. اليابان قلدت المدارس الاوروبيه في التعليم. أيوة. خدت النمذجه بتاعت زي طبقوا التعليم في اوروبا طبقوه في اليابان. وماليزيا خدت من اليابان. احنا عندنا نماذج جاهزه ممكن ان احنا نقلدها. سوى. ده اختصار كلمه. بنشكر حضرتك استاذ عماد طلعت خبير التنميه البشريه والاداريه، استاذه نسرين نصار، بشكر البنات، بشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا، والى اللقاء في نفس الميعاد الاسبوع القادم وحلقه جديده من بيت العيله.